مشاركة المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم حملت رسائل رياضية وسياسية، ومنذ بدء البطولة وحتى توج المنتخب الفلسطيني بطلا لها، حافظ الوطني الفلسطيني على شباكه نظيفة من أي هدف في كل المباريات، بينما سجل لاعبوه الأهداف التي أوصلتهم إلى المباراة النهائية مع الفلبين، ليسجل اللاعب أشرف نعمان الهدف الأغلى في البطولة وحقق حلم الفلسطينيين. نعم، كأس البطولة، كأس التحدي، الهدف الأغلى في حياتي، في مسيرتي الرياضية، واللقب الأجمل والأغلى في حياتي الكروية، والحمد لله رب العالمين. يعني أهم شيء إن فرحنا الشعب الفلسطيني اللي هم أنا بتوقع بحاجة لمثل هاي الفرحة رغم كل الضغوطات، رغم الاحتلال الإسرائيلي. جدا فخورين بإن احنا قدرنا ندخل يعني البسمة على شفاه أطفالنا، على شفاه نسائنا، على شفاه شيوخنا، على شفاه أسرانا اللي نتمنى لهم طبعا الفرج القريب بإذن الله. إحنا حوالي 164 على العالم، أصبحنا تقريبا في التصنيف الجديد للفيفا 94 على العالم. استقبال شعبي مهيب حظي به لاعبو المنتخب الوطني الفلسطيني عند وصولهم المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في استقبالهم صلاح الدين صبرا نائب سمو الأمير علي رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، وحشد من المواطنين الأردنيين ومشجعي المنتخب الفلسطيني الذين زفوا اللاعبين في مطار الملكة علياء بالعاصمة عمان. وصل اللاعبون الفلسطينيون إلى الأراضي الفلسطينية واستقبلوا شعبيا في مدينة أريحة قبل أن يتوجهوا للقاء الرئيس محمود عباس الذي استقبلهم مع القيادة الفلسطينية كاستقبال الأبطال، وحياهم على الجهد الذي بذلوه لرفع مكانة واسم فلسطين بين العالم، وقال لهم لا فرق بين أهداف السياسة وأهداف الرياضة. أنا بسجل أهداف سياسية وأنتم بتسجلوا أهداف كروية. رفعتم رأسنا ورأس شعبكم عاليا، استمروا في هذا النجاح، وأتمنى لكم كل النجاح والتقدم. المنتخب الوطني الفلسطيني حقق أول لقب في تاريخه، بينما يتعمد الاحتلال الإسرائيلي عرقلة عمل المنتخب الوطني ولاعبيه، وكان آخرها اعتقال اللاعب سامح مرعبة أثناء عودته إلى فلسطين. أحمد برهمة، رؤية